نشرت الفنانة مي عمر صور ليها مع بنتها الكبرى تايا، وده بعد حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة الجمباز. وكتبت مي عمر معلقة على الصورة: بنتي وحبيبتي تايا اللي مشرفاني. يذكر أن مي عمر لها ابنتين من زوجها المخرج محمد سامي، ونادر جدا لو نشرت صور ليهم، وبتفضل إنهم يعيشوا حياتهم طبيعية بعيدا عن الأضواء والإعلام، وشايفة إن كده أحسن ليهم. وبتواصل الفنانة مي عمر التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد واللي هتشارك بيه في رمضان 2024، وهتعود من خلاله للبطولة المطلقة مرة أخرى بعد مسلسل لؤلؤ، والمقرر تصويره خلال الشهر الحالي بعد الاستقرار على أغلب فريق العمل المشارك في أحداث المسلسل. وهيطلق على المسلسل اسم نعمة الأفوكاتو، وهيكون من بطولة كل من أحمد زاهر وسلوى عثمان وسامي مغاوري وطارق النهري، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. المسلسل هتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة اللي بتعمل محامية، ولكن بتمر حياتها بالعديد من الأزمات، كما إنها تظهر منفصلة عن زوجها واللي بيقدم دوره أحمد زاهر.